يعطيك العافية يا كابتن. نزلت بديل أعتقد في الشوط الأول، خلينا نتكلم عن مجريات المباراة، ليش خسر فريق ضمك؟ هل التفكير في مباراة نجران القادمة هو من خسر ضمك في هذه المواجهة؟ كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، مبروك الباطن. والله احنا مضغوطين، عندنا حاليا 3 مباريات، مباراة مؤجلة تلعب نجران بعدها، يعني عاد الحمد لله بطولة غالية والحمد لله طلعنا من دور الـ16، نقول الحمد لله على كل حال. كان بشرف كابتن، اليوم أديت مباراة كبيرة. الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة والحمد لله قدر الله وخسرنا. جميل، خلينا نتكلم عن اللي يهم محبين نادي ضمك والبقاء في دوري الدرجة الأولى كابتن، شلون شايف حظوظ الفريق؟ لديكم 3 مباريات في أسبوع واحد، أعتقد أنها مباريات مضغوطة، شلون شايف حظوظ فريقكم؟ ان شاء الله باذن الله نقدم كل اللي نقدر عليه، لانه البقاء في المؤخره مشكله كبيره، لكن باذن الله نطلع المستوى اعلى في هذه 3 مباريات. شكرا. الجميع شكرا.